أعبدك بفرح يا ربي، جاي قدامك أسكب قلبي. ربي أعبدك بفرح، أمجد اسمك يا الله، ساجد لك رافع صلاة. ربي أعبدك بفرح، بحمد وتسبيح وترنيم، أشهد إنك رب عظيم، إله صالح أب رحيم. وأعبدك بفرح في بيتي ومع أولادي، في شغلي وفي علاقاتي، كل خطوة من حياتي أعبدك بفرح، أعبدك بفرح، أعبدك بفرح، أعبدك بفرح. يسوع 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 يسوع، اسمك عالي فوق الكل، فوق كل ذي سلطان، ليس لعظمتك استقصاء. اسمك عالي فوق الكل، فوق كل ذي سلطان، ليس لعظمتك استقصاء. يسوع لك كل المجد، لك كل المجد. أنت الحمل المذبوح، جالس عن يمين الآب، لك المجد والسلطان يسوع. أنت الحمل المذبوح، ليس لعظمتك استقصاء، لك المجد والسلطان يسوع 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 يسوع. كل من في السماوات ومن على الأرض يعترف أن يسوع هو الله. كل من في السماوات ومن على الأرض يعترف أن يسوع هو الله.
هو الله هو الله يسوع المسيح هو الله هو الله هو الله يسوع المسيح هو الله. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم أعبدك بفرح. فرحان كثير في هالحلقة، وسبب فرحي عنوان الحلقة يسوع يسوع يسوع. كل ترانيمنا وكل تسبيحنا وكل إيماننا مبني على هذا الاسم العظيم اللي ما فيش اسم زيه، وليس اسم غيره قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مبارك اسمه القدوس، اسم يسوع. وإخواني وإخواتي اللي كانوا عم يعلقوا وعم بيسألوا شو يسوع، يعني أنتوا بتعبدوا الله وبتعبدوا يسوع، حيرتونا. معاهم حق، اللي ما بيعرف إنه يسوع هو الله المتجسد أقنوم الإبن الذي تجسد. منقول الله محبة في الكتاب، ونؤمن ونثق إنه الله محبة. بس أنت اللي ما بتعرف أبعاد هذا الكتاب، الله محبة. طيب أوكي منيح، يعني إحنا عنا بدل الاسم 99 الله محبة زايد، منيح ما بضر. لكن لما تعرف إنه كل الأسماء اللي عندك وكل الأسماء اللي مش عندك وكل الأسماء اللي بنعرفها واللي ما بنعرفها نابعة من المحبة، تثق أن الله محبة تشمل كل هذه الأسماء. ومش بس هيك، الله محبة والله بعيد والله في السماء، لكن الله قريب جدا، وبين هذا القرب وبين هذه المحبة. احنا كنا بعاد، احنا اللي بعاد مش هو، في الخطية أبعدنا عنه. وما زال كل إنسان بيعيش في الخطية، وأنا لما بخطي ببعد عن القدوس الله يسوع له كل المجد. أظهر صورته بيسوع الإبن الوحيد المحبوب اللي هو مع الآب جوهر واحد شيء واحد، بهاء مجده وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته زي ما بيقول الكتاب. أظهرت محبة الله لنا بشخص الرب يسوع المسيح اللي أجا على الأرض. طبعا مش رسول، ولو أنه كان رسول ويحمل رسالة، لكن هو الرسالة وهو المرسل. مش نبي، بس مع أنه تنبأ بمعرفته الكلية، لكنه من يرسل الأنبياء، ومن تحققت النبوءات فيه، ومن تنبأ بما سيحدث. مبارك اسمه القدوس. عشان هيك أعظم من رسول، أعظم من نبي، هو الله. في شيء أعظم من الله؟ فشفنا يسوع المسيح الرب القدوس يجول، يصنع خير، يشفي الأمراض، يقرب من الخطاة ويرجعهم، من المرضى ويقربهم ويشفيهم، ويبعد كل روح شريرة عنهم، كل تسلط من إبليس. شفنا هذا بيسوع. أظهر الله كل ما له وكل ما عنده عشان نفهم. طبعا إحنا مش رح نفهم كل شيء، لكن اللي بده يانا نعرفه واللي بنقدر نستوعبها يدوب يسوع، ربي يسوع مخلصي إلهي القدوس اللي شفنا فيه كل صفات المحبة. عشان هيك كل ترانيمنا تدور حول يسوع. لما بتقول يسوع بتقول الله، لما بتقول الله بتقول يسوع. يمكن أنت بتفهمه إشراك، لكن هو اشتراك واحد في شيء واحد، ثلاث أقانيم الآب والابن والروح القدس. اللي أنا بحرص في كل مرة، يمكن مش بكل صلواتي بعملها، لكن في هالبرنامج بالذات، أني أقول باسم الآب والابن والروح القدس، عشان كل واحد بيحب يعرف شو عم بصير. الآب والابن والروح القدس جوهر واحد، شيء واحد، ما بينفصلوش عن بعض، لكن وظائف تختلف، لكن هو شيء واحد. صلاتي أنك تعرف يسوع اليوم وتتمتع بمال يسوع، لأنه كل مال يسوع لنا. مبارك اسمه القدوس. خلينا نكمل ترنيم وصلاة وتسبيح. وأنا عارف عندي طلبات صلاة كثيرة اليوم، رح نصلي. لكن اسم يسوع هو أعظم ترنيمة، اسم يسوع هو أعمق صلوة ممكن تصليها. لما تطلب الرب يسوع يحل في حياتك، يشوف مشكلتك، يشوف بيتك، يشوف أولادك، يحمي، يستر، يرعى، يبني، يحرس،
مبارك اسمه القدوس. خلينا نكمل تسبيح وترنيم وأغاني مش بس في هالساعة، خد بعد الساعة كمان وشوف. والموضوع مش انك تشوف الترنيم اللي فيها كلمة يسوع، لكن تشوف يسوع في الترنيمة، تشوف يسوع في الترنيمة اللي بتنعكس على حياتك. لما بقول له اسندني، أنت القدير، أنت القدوس، اشفيني، ساعدني، توبني، خلصني، قربني منك، كل هذا بيعني يسوع. لما بقول له ما فيش غيرك يرفعني، ما فيش غيرك يقربني، ما فيش غيرك يفهمني، ما فيش غيرك يحس في اللي أنا حاسس فيه، ما فيش غيرك يفهم دمعاتي وأهاتي وأنات أنات قلبي اللي ما بيعرفها حدا. كتير من المرات أنا ما بعرف أعبر عنها، كلمة يسوع بتعبر عنها، لأنه هو قريب جدا، يسمع، يرى، يشفي، يلاحظ، ما بيتركك بعيد، ولا عمره بيخزى منتظري. كل الذين بينتظروه لا يخزوا أبدا، وجوههم تستنير فيه، لأنه هو النور كله. خلينا نكمل ترنيم وعبادي وتسبيح زي ما بقوله، أعبدك بفرح ربي يسوع المسيح، لك كل المجد. هات العود وغني ليسوع المحبوب، اللي عنك وعني شال عار الذنوب. مجد اسم الله، وهب لك حياتك ومقامك
المحبوب اللي عنك وعني شال عار الذنوب، اللي عنك وعني شال عار الذنوب. اسمه القدوس اللي عنك وعني شال عار الذنوب. الترنيم اللي جاي بقول له كم أحبك ربي يسوع، وبتعرض مراحل من اللي عمله عشاني وعشانك يسوع. كم أحبك يا ربي يسوع، يا من لأجلي تركت أمجاد السماء بإرادته أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا شبهي أنا، شبهي الناس، أنا العبد، عشان يقربني يفهمني وبالنهاية يكون الحمل الكامل اللي يرفع خطيتي. مبارك اسمه، ما في خلاص إلا في هذا الاسم. أشكرك وأعظم اسمك، كم أحبك ربي يسوع. قليل عليك الترنيم وقليل عليك الشكر، تعالوا في الترنيم اللي جاي نحمد ونشكر ونمجد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. كم أحبك ربي يسوع. من لأجلي تركت أمجاد السماء وصرت مثلي لكي يكون لي رجاء، يا من لأجلي تركت أمجاد السماء وصرت مثلي لكي يكون لي رجاء، وأنت الممجد تركع وتسجد لتعلم قلبي الخشوع. كم أحبك، كم أحبك، كم أحبك ربي يسوع. كم
أحبك ربي يسوع، كم أحبك ربي يسوع. ولدت وأغنيتنا بالبركات، وبيننا عشت تشفي وتصنع معجزات. فقيرا ولدت وأغنيتنا بالبركات، وبيننا عشت تشفي وتصنع معجزات. صرت مثلنا، جربت حياتنا، تتعب تعطش تجوع. كم أحبك، كم أحبك، كم أحبك ربي يسوع، كم أحبك ربي يسوع، أحبك أحبك ربي يسوع. لنعرف قلبك وكم أنت منا قريب، بينت حبك مسمرا على صليب. لنعرف قلبك وكم أنت منا قريب، بينت حبك مسمرا على صليب. أحزاننا حملت، أوجاعنا تحملت، عنا ضربت الدموع. كم أحبك، كم أحبك، كم أحبك ربي يسوع، كم أحبك، كم أحبك ربي، أحبك ربي يسوع. حياتي تشهد أنك قد قمت، وأنك آتي، وعلى الموت انتصرت. كل حياتي تشهد أنك قد قمت، وأنك آتي، وعلى الموت انتصرت. فالوقت طال في انتظار الرجوع. كم أحبك، كم أحبك، كم أحبك ربي يسوع، كم أحبك ربي يسوع، ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، كم أحبك ربي يسوع، كم أحبك ربي يسوع. آمين. منحبك لأنك أنت سبقت وأحببتنا أولا، منحبك لأنه ورجيتنا أسمى صور الحب فيما فداءك على الصليب للبشرية جمعاء، وما زال هذا الفداء متاح لكل شخص عم بيسمعني اليوم. كل شخص شايف حاله بعيد، أو شايف حاله خطاياه يعني صارت أبعد من أن تغفر. إلهنا غفور، إلهنا يغفر، إلهنا لسه فاتح الإيدين اللي نمدوا على الصليب، نفس الإيدين اللي بتستقبلك اليوم لما بترجع وبتقول له يا رب أنا تايب
مش بس تقول كلام توبة لكن تعيش حياة تليق بهذا الإنجيل فقط. بيقول الكتاب فقط عيشوا بما يحق لإنجيل الرب يسوع المسيح. عيش كما بيقول لك هذا الإنجيل، عيش يسوع. هذا الاسم اللي البرنامج هذا بالذات كان ممكن يكون اسمه يسوع وكافي، يعلن عن المحبة، يعلن عن الرجاء، يعلن عن الشفاء، يعلن عن الترنيم والتسبيح. اسم جامع كل المعاني فيه. يسوع أنت إلهي، حبك شافية الوحيد. تمسك فيه اليوم وتع ضع عنده ألامك، ضع عنده أوجاعك ومرضك اللي أنت حاسس فيه، قلقك من المرض، قلقك من بكرة، خوفك من شو رح يكون وشو رح يصير وشو رح يقول الطبيب. ضع كل هذه الأمور عند أقدام السيد اليوم. ما بقول نعيش مغيبين، لا، علينا دور نعمله، نتابع المرض وناخد العلاج ونتبع ما يقوله الأطباء، نتبع نصايحهم، نتبع، لكن في نفس الوقت ثق بمن هو أعظم من الطبيب، بل الطبيب الأعظم. قل يا رب أنا ضع أموري بين إيديك، أوجاعي بين إيديك، ألامي بين إيديك. أنت يا من حسيت وبتعرف الألام، أنت قريب جدا مني وعارف حاسس بوجعي. أضع ظروفي الصحية بين إيديك يا سيد، صليها معي، صليها معي، واثق أنك تسمع وتستجيب. مرضي مهما يصعب، مهما يقول الأطباء، قول أنت يا رب اليوم الكلمة الأخيرة على هذا المرض. أنت الشافي، أنت المعافي. يا رب لتكن مشيئتك في حياتي. تسمح بالشفاء بشكرك، تسمح بشفاء أنا مش فاهمه بشكرك. أنت في الحالتين رح تسمع بالشفاء، ما بتسمح إلا بالشفاء وبالخير. فهمني مشيئتك الصالحة في حياتي، وعرفني أنه في قصد من وجودي في هالحياة. مهما تكون ظروفي بشكرك عليها، لأنه عارف هالظروف حتشكلني وترفع عيني على وعودك الصادقة. يا سيد الرب أضع أوجاعي ومرضي بين إيديك. وكل شخص طلب هالصلاة الآن في اسم القدوس يسوع نصليها، ونشكرك لأنك تسمع وتستجيب الصلاة. يا من أنت الإله الشافي القدوس، لك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين يا سيد يسوع، أنت إلهي. أنت إلهي، حبك شافي الوحيد. أنت حبيب نفسي أبدا يسوع، أنت من أريد. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد. أبدا يسوع أنت من أريد. أسجد أمامك إلهي، أعترف بك ملكي. ها هي حياتي في يديك، افعل بها ما تريد. أسجد أمامك إلهي، أعترف بك ملكي. ها هي حياتي في يديك، افعل بها ما تريد.
أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا يسوع، أنت من أريد. تعالى واملك على قلبي، أتوق إليك تعال، ترنم لك شفتايا، أحبك للأبد. تعالى واملك على قلبي، أتوق إليك تعال، ترنم لك شفتايا، أحبك للأبد. يسوع يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي، أنت حبيب نفسي أبدا يسوع، أنت من أريد. كل ركبة ويعترف كل لسان، اسمك يسوع خلاصي، أردده في كل آن، تنحني لاسمك كل ركبة ويعترف كل لسان، اسمك يسوع خلاصي، أردده في كل آن. يا يسوع يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا يسوع، أنت من أريد. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا يسوع، أنت من أريد. يسوع أنت من أريد، يسوع أنت من أريد. آمين. يسوع أنت من أريد، الطلبة اللي فيها يسوع فيها كل الطلبات. أشكرك وأعظم اسمك يا سيد، يلي على صليبك فديتنا، يلي بالصليب عملت كل الأشياء وعملت اللي ما كانش العقلنا حتى يستوعب أو يبدأ يفكر فيه، أو ما كان لناش طريق للخلاص، لكن أشكرك يا من أوجدت الخلاص وتممت الخلاص، فأنت الخلاص. بالصليب بالصليب يسوع يسوع فداني، غفر ذنوبي وخذ مكاني وستر عيوبي، لما انصلب عني من جيدي أطلقني، حررني خلصني بحبه العجيب. بالصليب بالصليب. تعالوا نشوف الترنيمة مع بعض، وإحنا نتغنى بأمجاد الصليب المتاحة وأمجاد القيامة المتاحة لكل واحد وحدة فينا اليوم، وكل واحد بيقبل الرب يسوع المسيح مخلص ومالك وآمر على حياته كلها. بالصليب.
الصليب يسوع فداني غفر ذنوبي وخد مكاني ستر عيوبي الصليب الصليب يسوع فداني غفر ذنوبي وخد مكاني ستر عيوبي لما انصلب عني من جيدي بطول ضدني خلصني حررني بحبها العجيب بالصليب 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 والرحمن والبر والسلام وعمل النعمة تلاقن فالتمام جا خذ العقاب تحمل العذاب ودفع الحساب وفتح الأبواب العدل والرحمن والسلام هو غنى النعمة لا جنب التمام جا خذ العقاب وتحمل العذاب ودفع الحساب وفتح الأبواب لما انصلب عني من جيبي أطلقني خلصني حررني بحبها العجيب بالصليب 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 ولا حد دونا وما زال المجال مفتوح للنجاة اليوم تعال تمتع بالحياة وخلاص قريب للي خافونا مسيح الصليب ولا حد دونا ما زال المجال مفتوح للنجاة اليوم اليوم تعال تمتع بالحياة لما انصرف عني من جيبي أطلقني خلصني حررني بحبها العجيب بالصليب 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 يسوع فداني غفر ذنوبي وخد مكاني ستر عيوبي بالصليب بالصليب يسوع فداني غفر ذنوبي
خذ مكاني ستر عيوبي لما انصلب عني من جيلي أطلقني خلصني حررني بحبها العجيب الصليب 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 مبتهجين بحبيبنا يسوع مبتهجين بحبيبنا يسوع مبتهجين بحبيبنا يسوع مبتهجين بحبيبنا يسوع مجدا 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 لاسمه مبتهجين بحبيبنا يسوع مبتهجين بحبيبنا يسوع مبتهجين بحبيبنا يسوع مجداً لاسمه مبتهجين مبتهجين لحبيبنا يسوع مبتهجين لحبيبنا يسوع مبتهجين لحبيبنا يسوع مجداً لاسمه نعبده نعبده بالروح نعبده حبيبنا يسوع مجدا لاسمه مجداً لاسمه
حبيبنا يسوع مجدا لاسمه حمدا لاسمه شكرا شكرا لاسمه مجدا 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 لاسمه مبارك 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 اسمك القدوس. هذا الاسم وهذا المجد وهذه الكرامة هذا الرجاء وهذا الخلاص متاح متاح لكل حد بيطلب يسوع. لو أنت مسيحي اسمي على الهامش محتاج أنك تعيش يسوع علشان تضمن حياتك الأبدية أنك أنت في المسيح يسوع مخلص. ما في فيه إشي تاني الواحد يخلص. الأعمال نتيجة للخلاص. الأعمال الصالحة بنقول بيعمل أعمال صالحة قضى عمره بالأعمال الصالحة. اللي بيعرف يسوع بيعرف أنه الأعمال الصالحة سبق وعملها يسوع وأعطانا حتى المجال نعمل أكثر أعظم منها في حياتنا. فهذا منه ما في شيء منه. والنعمة اللي منه المجانية متاحة لكل واحد واحدة فينا. أطلب اليوم أطلب يسوع أطلب مخلص شخصي لحياتك كله. يا ربنا بسمع عنك كتير وبيقولوا يسوع حتى لو أنت مش فاهم أبعاد هذا الاسم العميق ولا رح نفهم، لكن حتى لو مش فاهم العقيدة المسيحية كلها قوله يا رب أنا بطلبك مخلص شخصي لحياتي، بطلبك حامي وساتر لبيتي لأولادي، قائد لأفكاري، دستور أسلك فيه كتابك المقدس. بطلب أعيش لك وبطلب أترك كل ما هو مضى وأمتد إلى ما هو قدام. أنسى الماضي أتجدد فيك أكون خليقة جديدة في المسيح. يا رب اليوم بصلي لكل إنسان بعيد يعرفك، بصلي لكل إنسان عطشان يرتوي فيك فأنت الارتواء كله. يا رب اخلق جوع وعطش فينا للارتواء الدائم فيك. مبارك اسمك يا من أنت خبز الحياة، يا من أنت ماء ينبوع الخلاص، يا من أنت في كل شيء وفي كل ما أراد الله إعلانه إلنا كلنا. في اسمك القدوس بطلب يا رب إنه يا رب تقبل هالصلاة في اسم الفادي يسوع المبارك القدوس، ولك كل المجد والإكرام والسجود. آمين آمين. ترنيم اللي جاي بتقول أطلب يسوع قبل تطلب أي شيء تاني لأنه يسوع في كل شيء، وقبل تطلب عطاياه هو وحده وغير لا الطريق والحق والحياة. هو يدوم وكل شيء ثاني. يسوع يدوم وكل شيء ثاني. أطلب يسوع. يسوع اطلبه قبل تطلب اي شيء ثاني، اتمسك فيه وارغبه هو يحقق كل الاماني. اطلب يسوع اطلبه قبل تطلب اي شيء ثاني، اتمسك فيه وارغبه يحقق كل الأماني. وقبل تطلب عطايا هو وحده وغير لا، قبل تطلب عطايا هو وحده وغير لا، الطريق والحق والحياة، الطريق والحق والحياة. هو يدوم كل شيء ثاني، هو يدوم كل شيء ثاني. اطلب حضوره في حياتك
يختفي وهو يظهر، يغير بنوره في صفاتك كل يوم تشبه أكثر. اطلب حضوره في حياتك، تختفي وهو يظهر، يغير بنوره في صفاتك كل يوم تشبه أكثر. وقبل تطلب عطايا هو وحدة وغيالة، قبل تطلب عطايا هو وحدة وغيالة. الطريق والحق والحياة، الطريق والحق والحياة، هو يدوم كل شيء فاني، هو يدوم كل شيء فاني. اطلبه يملاك من روحه ويقودك في طريقك، تلقى شفاك في جروحه وسلامه بيامك رفيقك. اطلبه يملاك من روحه ويقودك في طريقك، تلقى شفاك في جروحه وسلامه بيامك رفيقك. وقبل تطلب عطايا هو وحده وغير لا، قبل تطلب عطايا هو وحده وغير لا. الطريق والحق والحياة، هو الطريق والحق والحياة، يسوع يدوم كل شيء فاني، ويدوم كل شيء فاني. اطلب يسوع، اطلب يسوع، اطلب يسوع. صاحب ال
الإيد القديرة مهما كانت الريح عسيرة هيهدي الموج العالي ويرس السفينة. يلا نحيي يسوع الملك ونسقف بإيدينا، ده مفرح قلوبنا دينا ومسيش حوالينا. لك السجود، لك المجد والإكرام يا سيدي ربي مخلصي يسوع، اللي لو تغنينا فيك بكل الأغاني مش كافي، واللي أنا بشهد إنه كل ترنيماتي أنت مصدرها، ومش بس أنا، كل إخواني وإخواتي اللي بيكتبوا ترانيم لولا وجود يسوع في الترنيمة، مذكور الاسم أو مذكور المعنى ملهاش أي قيمة، ملهاش أي تأثير، ملهاش أي فايدة. يمكن تكون حلوة، يمكن تكون أغنية زي أغاني العالم، نسمع أغاني مرات، نسمع أغاني العالم، لكن ما فيها البعد، ما فيها عمق المحبة اللي فيك يا سيد. يا رب اظهر نفسك واعلن ذاتك لكل العالم عشان يعرفوك ويتغنوا فيك، وتتحول أغاني العالم إلى ترانيم وتسبيح تمجد اسمك، تشهد عنك وتعظم جلالك القدوس، وتعلن خلاصك للناس اللي متاح لكل الناس. بشكرك، بشكرك وبصلي في اسمك يا من تسمع الصلاة وتستجيب. أحبائي وصلنا لنهاية الحلقة، صلاتي يكون معكم هذا الاسم العظيم ويدوم فيكم، يسوع يسوع يسوع، وسلامه يملاكم، سلام المسيح.